السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبلوم الطرق الكمية الفرقة الثانية، مادة نظرية الإحصاء، دكتور محمد عبد الرسول. المحاضرة الثالثة بعنوان توزيع جاما. خدنا في المحاضرات السابقة التوزيعات المنفصلة، وخدنا أحد توزيعين، توزيع ذو الحدين وتوزيع بواسون، وبعدين خدنا في التوزيعات المتصلة خدنا التوزيع المنتظم والتوزيع الأسي. النهاردة المحاضرة الثالثة هنتكلم مع بعض عن توزيع جاما. يبقى المحاضرة الثالثة بعنوان توزيع جاما. توزيع جاما هو أحد التوزيعات الاحتمالية المتصلة. يبقى أحد التوزيعات الاحتمالية الإيه؟ المتصلة. التوزيع ده توزيع موجب للالتواء. يعني إيه موجب للالتواء؟ طالما موجب للالتواء يبقى يبدأ من الصفر. يبقى بداية التوزيع أو مدى التوزيع أو الدومين بتاع التوزيع بيبدأ من الإيه؟ الصفر إلى ما لا نهاية. ليه إلى ما لا نهاية؟ لأن أي توزيع متصل هو يا إما من ناقص ما لا نهاية الموجب ما لا نهاية، أو من صفر إلى إيه؟ ما لا إيه؟ نهاية. أو ممكن يكون توزيع متصل عكسي سالب يعني. طيب هناخد دلوقتي الصورة العامة لتوزيع جاما. قبل ما الصورة العامة لتوزيع جاما لازم نعرف دالة جاما. دالة جاما هي عبارة عن التكامل من صفر لإنفينيتي. التكامل من صفر لإنفينيتي اي أس ماينس اكس، اكس أس ان ناقص واحد دي اكس. يبقى جاما ان عبارة عن التكامل من صفر لإنفينيتي اي أس ناقص اكس في الاكس أس ان ماينس واحد دي اكس. لو كملت المقدار دوت لازم تعرف ان التكامل ده عبارة عن جاما ان. جاما ان دي عبارة عن ان ماينس واحد في ان ماينس اتنين في ان ماينس تلاتة لغاية تلاتة في اتنين في واحد. خد بالك جاما ان بتبدأ من ان ماينس واحد. تبدأ من ايه؟ ان ماينس واحد، ان ماينس اتنين، ان ماينس تلاتة، وهكذا لغاية تلاتة اتنين واحد. ان ماينس واحد في ان ماينس اتنين في ان ماينس تلاتة لغاية لما اقعد اضرب تناقصي لغاية لما اوصل لتلاتة في اتنين في واحد. ده معناه ايه؟ مضروب ان ماينس واحد. يبقى اكن جاما ان هي عبارة عن مضروب ان ماينس واحد. يعني لو جاما خمسة يبقى معناها اكنها بتساوي مضروب اربعة. اكتب معايا، يبقى جاما خمسة اكنها مضروب اربعة، يبقى بتساوي كام؟ اربعة في تلاتة في اتنين في واحد. طب لو جاما عشرة يبقى كأنها مضروب تسعة، يبقى تسعة في تمانية في سبعة في ستة في خمسة في تلاتة في اتنين في واحد. طب جاما سبعة يبقى كأنها مضروب ستة، ستة في خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين في واحد، وهكذا. يبقى جاما ان هي عبارة عن مضروب ان ماينص واحد. أو ممكن أقول إن جاما ان عبارة عن ان ماينص واحد في جاما ان ماينص واحد. خلاص؟ ودي هنستخدمها لما نيجي نحسب الاكسبكتيشن بتاع التوزيع والفاريانس بتاعه والايه والستاندرد ديفيجن والكيورتس وبتاعي والسكونس اللي هو الالتواء. خلاص طيب، يبقى دالة كثافة احتمال جاما بتاخد الشكل التاني. اي دالة بتبدأ اف اوف اكس واحد على جاما ان اي اس ناقص اكس في اكس اس ان ماينس واحد تاني. يبقى ال f of x بتاعتي بتساوي واحد على جاما n e اس ماينس x x n x اس n ماينس واحد. تالت مرة f of x بتساوي واحد على جاما n e اس ماينس x x اس n ماينس واحد. ال x بتاعي الدومين بتاعها من زيرو لانفينيتي. ليه؟ لان احنا قلنا من شوية انه توزيع موجب للالتواء. يعني ايه موجب للالتواء؟ يعني بياخد الجزء الموجب من التوزيع، يعني اللي بيبدأ من صفر لغاية الى ما لا نهاية. لا، يبقى المعلمة هي اللي بيحدد ان هي دي اللي بتشوف الاكس في لغاية فين. خلاص طيب، عزوم توزيع جاما. عشان اعمل العزوم بتاع توزيع جاما اللي هو الاكسبكتد اكس اس ار، يبقى عشان اجيب توزيع عزوم توزيع جاما بعمل ايه؟ اكسبكتد اكس اس ار. اكسبكتد اكس اس ار زي ما انت شايف بيساوي التكامل من زيرو لانفينيتي
اكس اس ار في الاف اوف اكس بتاعتي دي اكس. السطر الثاني التكامل اكس تكامل من 0 لانفينيتي اكس اس ار، عوض عن داله الاف اوف اكس بتاعتك 1 على مضروب ان في اي اس ماينس اكس في اكس اس ماينس ان ماينس 1 دي اكس. اكتب معايا واحده واحده. طيب يبقى اكسبكتد اكس اس ار بيساوي 1 على جاما ان، ده ثابت كونستانت يخرج بره علامه التكامل، وعلامه التكامل زي ما قلنا هي زي علامه السميشن بالظبط. يبقى 1 على جاما ان تكامل من 0 لانفينيتي اكس اس ار اي اس ماينس اكس في اكس ان ماينس 1 دي اكس. لو حبيت اجمع هيبقى 1 على جاما ان تكامل من 0 لانفينيتي اي اس ماينس اكس اكس اس ان زائد ار ماينس 1 دي اكس. يبقى اكسبكتد اكس بيساوي 1 على جاما ان تكامل من 0 لانفينيتي اي اس ماينس اكس، اكتب معايا اكس اس ان بلس ار ماينس 1 دي اكس. لما كامل المقدار ده كله هو عباره عن جاما ان زائد ار، جاما ان زائد ار. يبقى اكسبكتد اكس اس ار عباره عن جاما ان زائد ار على جاما ان. يبقى تاني اكسبكتد اكس اس ار بيساوي جاما ان زائد ار على جاما ان. هشوف لو انا عايز العزم الاولاني هعوض عن ار بتساوي 1. العزم الاولاني اكسبكتد اكس اس 1 بتساوي جاما ان، هشيل الار واحط مكانها 1، يبقى جاما ان زائد 1 على جاما ان. جاما ان زائد 1 عباره عن ايه؟ ان في جاما ان. يبقى احفظها كده، جاما ان بلس 1 عباره عن ان جاما ان. تمام. طب جاما ان بلس 2 هتبقى عباره عن ايه؟ ان في ان زائد 1 جاما ان. خلاص. جاما ان زائد 3 عباره عن ان في ان زائد 1 في ان زائد ايه؟ 2 جاما ان، وهكذا. خلاص. يبقى جاما ان زائد 1 بقول ان اللي بعدها على طول في ان زائد ايه؟ في جاما ان على جاما ان. يبقى جاما ان هتروح مع جاما ان، يبقى اكسبكتد اكس عباره عن ان. خلاص. طيب لو انا عايز الفيرينس ايجاد التباين، يبقى التوقع بتاعي اكسبكتد اكس بيساوي ان. طب الفيرينس عباره عن ايه؟ اكسبكتد اكس سكوير ناقص اكسبكتد اكس الكل سكوير. طب هنعوض في المعادله بتاعتي او في الاكسبكتد اكس اس ار اللي هي جاما ان زائد ار على جاما ان. هعوض عن عشان اجيب اكسبكتد اكس سكوير هجيب احط الار ب2، يبقى اكسبكتد اكس سكوير جاما ان زائد 2 على جاما ان. جاما ان زائد 2 بفكها ازاي؟ اللي هي ان في ان زائد 1 جاما ان على جاما ان. يبقى ان في ان زائد 1 جاما ان على جاما ان، هتروح جاما ان مع جاما ان، هيتفضل اكسبكتد اكس سكوير ان في ان بلس 1. طب الفيرنس عباره عن ايه؟ الفيرنس اكسبكتد اكس سكوير ناقص اكسبكتد اكس الكل سكوير. اكسبكتد اكس سكوير ان افتح قوس ان زائد 1 ناقص ان سكوير، يبقى اضرب الان يبقى ان في ان بان سكوير وان في 1 بان ناقص ان سكوير، يبقى ضيع الان سكوير مع الان سكوير، يبقى الفيرينس اكس بيساوي ان. يبقى معنى كده ان الفيرينس والتوقع بيساوي الان، زي بالظبط توزيع بواسون. الاكسبكتد بتاعتي والفيرينس بتاعه نفس الحاجه لامدا. يبقى هنا عندي في توزيعين التوقع بتاعهم قد التباين، اللي هو توزيع بواسون التوقع بيساوي التباين بيساوي لامدا، وتوزيع جاما التوقع اكس والفيرينس اكس برضو. تعالوا ناخد بعض الخصائص توزيع جاما. التوقع بتاعه اكسبكتد اكس بيساوي ان، التباين فيرينس اكس بيساوي ان، يبقى الانحراف المعياري للستاندرد ديفيجن جذر الان، معامل الالتواء 4 على ان، معامل التفرطح 3 زائد 6 على ان. يبقى خصائص التوزيع ممكن اجي اقول لك كده في الامتحان اكتب خصائص توزيع جاما، يبقى تقول لي التوقع، التباين، الانحراف المعياري، معامل الالتواء، معامل التفرطح. التوقع اكسبكتد اكس بيساوي ان،
التباين invariance x بيساوي n، الانحراف المعياري سيجما x بيساوي جذر n، معامل الالتواء بيتا 1 4 على n، معامل التفرطح بيتا 2 3 زائد 6 على n. واضح ان معامل الالتواء موجب، لان نقسم اي حاجة 4 على n، ان دي ايا كانت يبقى بتساوي رقم موجب، يبقى هو موجب للالتواء زي ما اتفقنا. ليه موجب للالتواء يا جماعة؟ لان احنا قلنا التوزيع بيبدأ الدومين بتاعه او المدى بتاعه من 0 لواحد. خلاص كده. طب بيتا 2 3 زائد ايه؟ 6 على n. يبقى التوزيع واضح ان 6 على n ايا كانت ال n هيبقى يطلع اكبر من 3، يبقى التوزيع مدبب بيك. خلاص كده. وبكده يكون خلصنا توزيع جاما. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.